نبقى في مصر وننتقل في هذه الفقرة مع الشاب الرائع أحمد أبو هميلة. ما يعرف بالإعاقة الجسدية ليس عائقا أبدا لتحقيق الأحلام. كثيرون في العالم حولوا الإعاقة إلى طاقة، من شخص ضرير إلى إعلامي ناجح ومتميز. لم يقف فقدان البصر حاجزا أمام طموحه ليلاحق ما يعشق ويمارس ما يحب. انخرط في الإعلام وهو بغاية بصعوبة المجال ويعلم بكل الحواجز، خصوصا وأنه فاقد للبصر ولكنه غير فاقد للبصيرة. هو تجاوز المخاوف وكان على قدر التحديات بإرادة لا مثيل لها. معنا من القاهرة الصحفي أحمد أبو هميلة. أهلا بك أحمد معنا عبر أسكان نيوز عربية في مؤثرون. فعلا يعني أنت مؤثر. هنالك يعني قول عربي قديم يقول كل ذي عاهة جبار. أنت فعلا جبار، ما تقدمه ما توصله من رسالة وتقدم درس لنا جميعا. ربنا يخليك، أنا بشكرك جدا جدا ومتشرف بوجودي معاك وعلى شاشة سكاي نيوز عربية. والحقيقة يعني كلام حضرتك مشجع جدا، واللي أنا عايز أقوله فعلا إن دايما الإنسان لما يكون عنده أمل وعنده طموح في الحياة بيتغلب على أي حاجة. يمكن أنا ما حبيتش موضوع الإعاقة يكون يعني سبب في إن أنا أتخلى عن أحلامي. أنا طبعا حصل موضوع ضعف البصر تدريجي معايا من لما كان عندي 14 سنة، وكنت وقتها في مرحلة الثانوية العامة، وحاولت في وقتها يعني إن أنا أتعامل أسجل المواد الدراسية على شرائط كاسيت. طبعا كانت فترة مفصلية في حياتي لأن كانت بتحدد المصير. عندنا في مصر مرحلة الثانوية العامة مهمة جدا، لكن كان عندي حلم أن أنا ألتحق بالإعلام وأقدر أؤثر في المجتمع. وبرغم أن في الفترة دي حصل موضوع فقدان البصر، لكن امتلكت الأدوات وتدربت لغاية ما جبت مجموع كويس جدا ودخلت كلية الإعلام جامعة القاهرة. وبعد كده قدرت ان انا احاول يعني اتخطى كل الصعوبات، لان طبعا اصلا الشخص عندنا يعني في الوطن العربي عموما احمد الصعوبات كانت في المجتمع صعوبات. اليوم انت صاحب يعني اراده صلبه وشخصيه ايضا مؤثره جدا، كيف نجحت بتخطي اليوم؟ كيف نواجه المجتمع والادانه بشكل او باخر؟ بالضبط، يعني زي ما حضرتك ما بتقول، هي احيانا المجتمع بيبقى فيه بعض المشكلات، لكن الحقيقه عشان اتحرك من البيت للعمل التنقل بيكون فيه بعض الصعوبات الاداء نفسه. فبدات امتلك ادواتي، بدات اتعامل مع التكنولوجيا، اشوف البرامج الناطقه على اللابتوب على الموبايل، بحيث ان انا اقدر اعتمد على نفسي في ان انا اادي شغلي زي زملائي. وفعلا يعني الحمد لله بدات حققت حلمي ان انا تعينت في جريده مصريه مرموقه، جريده المصري اليوم اقتنعوا بيا وادوني الفرصه، ومن وقتها وانا بجري تحقيقات وحوارات واعمال، ودايما همي ان انا احاول يعني اغير المجتمع للافضل. لان حصلت معايا تجربه وكنت تم اختياري للسفر للندن في برنامج تدريبي تبع البي بي سي، وكان لمده 3 أسابيع. هل يقدم لك المجتمع الدعم ام فقط يعني بيئه اليوم الصحيفه التي تعمل يعني عبر خلالها وتوصل هذه الرسائل؟ الحقيقه الصحيفه بتؤثر طبعا وبتوفر الدعم الكبير والمجتمع، لكن زي ما قلت لحضرتك الفكره ان انا نفسي المجتمع عندنا يبقى فيه الاكسسبيليتي والاتاحه موجوده اكتر لذوي الاعاقه. فطبعا من الشخص عندنا محتاج طبعا تتوفر له الادوات، يبقى فيه الاسيستيف تكنولوجي او التكنولوجيات المساعده اللي تساعده، لان الانسان لو توفرت له الامكانيات اللي يقدر من خلالها يؤدي وظيفته هيبدع وهيطلع كل الطاقات اللي عنده. فمن هنا جالي الحلم ان انا انقل يعني التجربه اللي شفتها في الدول المتقدمه زي لندن الى مصر والوطن العربي. قبل ما يخلص وقتنا أحمد، كيف ممكن تعتمد على وسائل التواصل لنشر هذه الاراده الصلبه التي يعني تتحلى بها؟ بحاول ان انا دايما اركز على القصص اللي انا ممكن امر بيها، اوصل للمجتمع ان الشخص ذو الاعاقه هو شخص بيحتاج بعض الدعم لكن عشان يوصل لاحلامه، لكن الصوره التقليديه ان هو لا خارق للعاده ولا هو يستحق الشفقه، ولكن هو انسان اذا توفرت له الامكانيات الكامله يقدر يحقق انجازات زي اي حد في المجتمع. فالحقيقه دي الرساله اللي بحاول اوصلها، والحمد لله بتلاقي تقدير من المجتمع، وكنت شرفت من خلال بعد كده بتكريم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده كان شرف طبعا ليا. فده بيديني
بيديني دعم اكتر، بيخليني أكتر يعني عندي حماس، وانا حاليا بصدد التحضير لمشروع اعلامي ان شاء الله يفيد ذوي الاعاقه في مصر والوطن العربي ويكون له تاثير عملي بشكل كبير جدا. في كلمتين فقط احمد اختم معك، ماذا تقول اليوم مع هذه الاراده وهذا التميز وهذا يعني التفوق لي اليوم من يواجهون أصحاب الهمم الذين ربما لديهم معاناة في مكان ما في جسدهم ويذهبون إلى التفوق والطموح؟ اجتهد، اجعل عزيمتك هي وقودك. المستحيل هو فقط ما تعتبره أنت مستحيل، أما الصعوبات فهي التي تعطي طعم للنجاح، فتخطى صعوباتك واثبت للوجود انك لديك الامكانيات ولديك القدرات وسوف تستطيع اذا امنت بنفسك. شكرا من القلب لك احمد ابو هميله على وجودك معنا من القاهره.